أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. التايمز تقول إن بوتين في طهران لتعزيز تحالف مناهض للغرب. نيويورك تايمز تشير إلى أن موجة الحر في أوروبا بمثابة جرس إنذار للأسوأ. الإيكونوميست تحذر من أن أزمة الكهرباء تهدد اقتصاد الصين. يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران في زيارة خارجية مهمة مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، حيث تعكس الأهمية التي يوليها بوتين للحفاظ على نفوذ موسكو في منطقة الشرق الأوسط. صحيفة التايمز البريطانية سلطت الضوء على الزيارة في مقال بعنوان بوتين يزور إيران لتوطيد تحالف جديد مناهض للغرب. وقالت الصحيفة إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران تعد ثاني رحلة خارجية منذ بدء الحرب في أوكرانيا بهدف تعزيز العلاقات مع إيران في ظل العقوبات المفروضة على موسكو وطهران، لبعث رسالة مفادها أن الحرب في أوكرانيا رغم استمرارها وتكلفتها فإنها لم تقلل من مكانة موسكو على المسرح العالمي والشرق الأوسط خاصة. وقالت الصحيفة إنه جرى خلال الفترة السابقة الترويج لزيارة بوتين لطهران على أنها ترمي إلى إنشاء تحالف جديد مناهض للغرب، مضيفة أنه رغم تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا إلا أن هناك بعض الأصوات الإيرانية التي حذرت من تبعات هذا التقارب الشديد في ظل الاختلافات الجيوسياسية، فضلاً عن التنافس بين البلدين في مجال الطاقة. وأضافت الصحيفة أن الزيارة تأتي بعد أسبوع من إعلان البيت الأبيض أن إيران تستعد لتزويد روسيا بمسيرات لاستخدامها في ساحة المعارك في أوكرانيا، مشيرة إلى أن زيارة بوتين تأتي بعد أيام فقط من جولة الرئيس بايدن في منطقة الشرق الأوسط في تحدي للولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن بوتين خلال زيارته سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما سيجري بوتين محادثات منفصلة مع أردوغان الذي قد يلعب دوراً في خطة محتملة لإنشاء ممر للحبوب المحتجزة في أوكرانيا. تتعرض بلدان أوروبية لموجة حر تتسبب في تسجيل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، وتتسبب أيضاً في بعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء آلاف المنازل. صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان لماذا تتعرض أوروبا لموجة حر شديدة؟ وقالت الصحيفة إن الطقس الحار هذا العام يتماشى مع تحذيرات أطلقها العلماء من تداعيات ظاهرة التغير المناخي والتي نجم عنها ظواهر طقس متطرفة تمثلت في فيضانات عارمة ضربت ألمانيا وبلجيكا العام الماضي، وموسم حر قاس يعصف ببلدان أوروبية في الوقت الحالي. وأضافت الصحيفة أن الاحترار العالمي يلعب دوراً في التسبب في موجات الحرارة في أنحاء العالم وليس فقط أوروبا، مع ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مضيفة أن هناك بعض العوامل الأخرى التي تسهم في ارتفاع درجات الحرارة تتعلق بدوران الغلاف الجوي والمحيطات، ما يجعل أوروبا بقعة ساخنة. وحذرت الصحيفة من تفاقم ظاهرة موج الحر في أوروبا، حيث كشفت دراسة حديثة عن أن موجات الحرارة في أوروبا قد زادت من حيث عددها وشدتها على مدى العقود الأربعة الماضية، مضيفة أن موجة الحر الشديد تتسبب في جفاف التربة وتبخر المياه مع طول أمد موسم الحر الشديد. وقالت الصحيفة إن موجة الحر الحالية هي الثانية التي تجتاح منطقة أو مناطق في جنوب غرب أوروبا في غضون أسابيع، فيما حذر خبراء المفوضية الأوروبية من أن أكثر من 45% من أراضي الاتحاد الأوروبي معرضة للجفاف.
وبالعودة إلى زيارة بوتين إلى إيران، ينضم إلينا من بيروت الحديث عن هذا الموضوع أكثر الأستاذ سامر مناع الباحث السياسي. أستاذ سامر، أهلا بك معنا في قناة الغد. السبب في زيارة بوتين إلى إيران هو تعزيز تحالف ضد الغرب وفقا لصحيفة تايمز، برأيك ما مدى قوة هذا التحالف؟ مساء الخير. سنو. طبعا هناك تحالف واضح، ولكن هذا اللقاء لقاء مسبق تم تحديده بشكل مسبق، وبالتالي جاء صدفة في سياق زيارة الرئيس الأمريكي أو بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن، مما جعل هذه الصحيفة تضعه في سياق تحالف لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا شك أن هناك أصبح تحالف واضح إيراني روسي على الأرض، ومنذ بعض الوقت أعلن رئيس شركة النفط الإيراني توقيع اتفاقية وصفها بأنها الأكبر تاريخيا مع شركة غازبروم الروسية بأكثر من 40 مليار دولار، وهذا الموضوع يفتح الباب واسعا أمام تعاون استراتيجي كبير بين روسيا وإيران. طيب، ولكن يؤدي أستاذ ذلك سامر أيضا إلى طيب ولكن أستاذ سامر قد تبدو العلاقات صراحة بين إيران وبين روسيا علاقة منسجمة، ولكن عند الحديث عن الطاقة هنا قد تبدو العلاقات أكثر تعقيدا. حضرتك تحدثت على أيضا يعني شركة النفط الإيرانية توقع عقد مع شركة غازبروم الروسية، ما الذي يعنيه ذلك، ولا سيما أن هناك تنافس شديد اليوم بين هذين البلدين في موضوع الطاقة؟ يعني هناك تنافس لا شك، خاصة في موضوع الصين، ولكن الاستراتيجية الجديدة ممكن أن تحتم علينا التفكير بشكل آخر، وهو تغليب المصالح السياسية عن أي مصالح أخرى، ووضع الموضوع التجاري خاصة في موضوع النفط في سياق التحالف السياسي بعيدا عن أي تنافس تجاري على الأرض في هذه الأوقات. طيب، الزيارة أو المباحثات التي سيجريها أيضا بوتين لن يجريها فقط مع الجانب الإيراني، ولكن سيجريها أيضا مع الجانب التركي مع أردوغان، هل يمكن أن تؤدي إلى حلحلة في المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وبين روسيا للوصول إلى حل ما؟ نعم، هي لا شك أنها قمة كبرى بثلاثة قمم، روسية إيرانية وروسية تركية وإيرانية تركية، بعدد من الملفات، ومنها الملف الخاص بالأستانة والمفاوضات القائمة، ومحاولة ثني تركيا عن القيام بأي أعمال عسكرية شمال سوريا. وبالتالي هناك توافق لوضع تحالف يضمن تقوية هذه الدول وهذه القوى محليا وإقليميا ودوليا، ووضع الخلافات جانبا في مواجهة تحالف أكبر، في مواجهة العزلة التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها على إيران وروسيا، وأيضا فيما خص تركيا تثبت أن تركيا قوة لا يستهان بها إقليميا ودوليا، ويجب وضعها دائما في البال في أي سياسة في المنطقة. شكرا جزيلا لك من بيروت. وأيضا نعم، أشكرك. انتهى وقت المقابلة من بيروت، الأستاذ سامر مناع الباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. نواصل الجولة في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به الصحف العالمية، والبداية مع صحيفة وول ستريت جورنال التي تناولت أحدث مستجدات الحرب في أوكرانيا في تقرير تحت عنوان روسيا تأمر باستهداف الأسلحة الغربية في أوكرانيا. وقالت الصحيفة إن روسيا أمرت قواتها باستهداف الصواريخ بعيدة المدى وأسلحة المدفعية التي أرسلتها الدول الغربية لأوكرانيا،
في إشارة إلى تصاعد وتيرة الحرب واتساع رقعتها. وتحت عنوان أوكرانيا تحذر من نقص حاد في القمح إذا استمر الحصار الروسي، قالت صحيفة الفاينانشال تايمز إن وزير الزراعة الأوكراني حذر من انخفاض رقعة زراعة القمح إلى معدل كبير هذا العام إذا استمر إغلاق طرق التصدير الرئيسية، مما يطيل أزمة الغذاء العالمية. وتحت عنوان من يستطيع أن يخلف جونسون في رئاسة الوزراء، قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزير المالية البريطانية السابق ريشي سوناك قد حافظ على صدارة السباق المحتدم على خلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد أن تم استبعاد مرشح آخر، ليصل عدد المرشحين المتنافسين إلى 4. وتحت عنوان عمالة كوريا الشمالية قد تساعد في إعادة إعمار دونباس، قالت صحيفة الجارديان إن السفير الروسي في بيونغ يانغ قد ذكر أن روسيا أو أن كوريا الشمالية يمكن أن ترسل عمالاً إلى منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة روسيا. وتحت عنوان عمران خان يهيمن على انتخابات البنجاب ما يعمق الاضطرابات في باكستان، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اكتسح الانتخابات المحلية التي أجريت في ولاية البنجاب والتي تعد أكثر ولايات البلاد تعداد للسكان. لا يزال الاقتصاد الصيني يئن تحت وطأة العديد من العقبات من جائحة كورونا وحتى الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف من حدوث أزمة كهرباء محتملة، ليجد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نفسه أمام مهمة صعبة. مجلة The Economist تساءلت في مقال بعنوان هل الصين تواجه مجدداً أزمة طاقة؟ الصحيفة ذكرت أن موجات الطقس الحار في أنحاء الصين وصلت إلى معدلات قياسية في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء، وهو ما أثار مخاوف قادة الصين من تكرار أزمة الطاقة التي شهدتها البلاد العام الماضي. أوضحت الصحيفة أن اضطرابات سلاسل التوريد ونقص إمدادات الطاقة العام الماضي أدت إلى أسوأ أزمة كهرباء في الصين منذ عقد، مضيفة أن ذلك تزامن مع مساعي الصين لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2060. ولفتت الصحيفة إلى أن المشكلة تكمن في أن ثلثي إنتاج الكهرباء في الصين يأتي من محطات تعمل بالفحم، مضيفة أن التطورات الأخيرة كشفت عن تناقضات بين الرغبة في طاقة نظيفة وآمنة ونشاط اقتصادي في حاجة للكهرباء. وأضافت الصحيفة أن الصين تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية من النفط والغاز، حيث تستحوذ حوالي 75% و40% من احتياجاتها من النفط والغاز، مضيفة أنه مع نقص شحنات النفط والغاز من الخارج بدأت الصين تتعرض لنقص في توليد الكهرباء جراء توقف بعض المحطات، ما تسبب في خسائر كبيرة في القطاع الصناعي. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد وفي بعد الفاصل. واشنطن بوست تقول أن ارتفاع الدولار سلاح ذو حدين على اقتصاد أمريكا. أهلا بكم من جديد. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. البداية مع صحيفة الفاينانشال تايمز التي تناولت أزمة الطاقة في ألمانيا في تقرير تحت عنوان قطع الغاز الروسي يهدد بإغلاق الصناعة في ألمانيا. وقالت الصحيفة إن العديد من المصانع باتت لديها خيارات قليلة،
في حالة تضاؤل أو توقف الغاز الروسي. وتحت عنوان موجة حر شديد تجتاح غرب أوروبا، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن موجة الحر تواصل نشاطها في أوروبا الغربية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة. وتحت عنوان أمريكا في حاجة إلى برنامج مواهب كبير للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، قالت مجلة فورين بوليسي إن الولايات المتحدة باتت في حاجة إلى استقطاب مليون تقني من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية فترة ولاية جو بايدن الأولى في منصبه. وتحت عنوان بلدات ألمانية قد تواجه أزمة نقص المياه، قالت مجلة ديرشبيغل إن عدداً من البلدات في ألمانيا قد تكون معرضة لخطر نقص المياه جراء ارتفاع معدل الاستهلاك. يبدو أن العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة رغم خروج بريطانيا عن التكتل الأوروبي. صحيفة الجارديان تناولت الموضوع في مقال بعنوان أجزاء في بريطانيا تعتمد على الصادرات الأوروبية رغم خروجها من التكتل. الصحيفة ذكرت أن المناطق التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد بشكل متزايد على التكتل، لا سيما فيما يتعلق بصادراتها الصناعية، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن تقرير صادر عن منظمة تجارية بريطانية. وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي لا يزال الوجهة المهيمنة بشكل كبير للصادرات أو الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة، مضيفة أن الأرقام تظهر أن 49% من الواردات البريطانية خلال العام الماضي جاءت من بلدان التكتل 27. وأوضحت الصحيفة أن بعض مناطق المملكة المتحدة التي صوتت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سجلت أكبر الزيادات في حصة صادراتها الصناعية التي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة أن الهيئة التجارية البريطانية دعت إلى الاعتراف بأهمية الأسواق الأوروبية وإعادة إنشاء صندوق دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يسعى اليورو لاستعادة مكانته من جديد بعد هبوط غير مسبوق أمام الدولار للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً. صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع في مقال بعنوان ارتفاع الدولار قد يساعد أمريكا في مكافحة التضخم. وقالت الصحيفة إن ارتفاع قيمة الدولار يعد دليلاً على أن إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم بدأت تكتسب زخماً، مضيفة أن ضعف اليورو يظهر الجانب الآخر لقوة الدولار وسط ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقود. وأوضحت الصحيفة أن الدولار وسط إلى أعلى مستوياته منذ عقود هذا الأسبوع مقابل عملات رئيسية بما في ذلك اليورو والين الياباني، مضيفة أنه من شبه المؤكد أن يرتفع الدولار ما يعكس قوة تعافي الولايات المتحدة من وباء كورونا. وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يساهم فيه ارتفاع الدولار في محاربة التضخم أدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 9.1% في أسرع وتيرة منذ عام 1981، بينما أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادات الإضافية في الأسعار قادمة نهاية الشهر الجاري. وأضافت الصحيفة أن المنتجات الأمريكية أصبحت أكثر تكلفة للعملاء في الخارج مع انخفاض قيمة اليورو، مشيرة إلى أن هذا ينعكس بالتالي على المصدرين، حيث تشهد الشركات الأمريكية العملاقة تقلصاً في أرباحها الخارجية.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء.